مستمعينا الاعزاء اهلا بكم معنا عبر اثير راديو وزاره العرب ولكل العرب من المحيط الى الخليج، وهذا اللقاء مع الدكتور مبروك سليمان المرشح لمنصب نقيب اطباء الاسنان بمحافظه المنوفيه في الاجراء الانتخابي الذي سيعقد غدا باذن الله 21 اغسطس 2020. اهلا بحضرتك معنا دكتور مبروك. اهلا يا فندم واهلا بالمستمعين جميعا. يعني ناخذ فكره عن طبيعه المعترك والمحفل الانتخابي الذي سينطلق غدا بالنسبه لنقابه اطباء الاسنان. دكتور مبروك، اولا بهنئ الامه الاسلاميه بالعام الهجري، وهنئ الاخوه الاقباط بعيد العذره، كل سنه والجميع بخير. ولكن الانتخابات ستجرى غدا على النقابه العامه والنقابات الفرعيه والمناطق. حضرتك الانتخاب بيتم على النقيب العام، دورة جديدة على النقيب العام. أيوة. و 15 عضو منطقة للنقابة العامة والنقابات الفرعية. جميل. النقابات الفرعية هيتم الانتخاب لمقعد النقيب ومقعد تحت السن في محافظة المنوفية. طيب بالنسبة للنقيب يا فندم، يعني كم مرشح على المقعد؟ مرشح على مقعد نقيب اطباء اسنان المنوفيه 2. سعادتك، ومين المنافس؟ الدكتور احمد علام. دكتور احمد علام، يعني اما بالنسبه لباقي الانتخابات هتبقى بالنسبه لايه تاني حضرتك بالنسبه للمنوفيه كمان؟ بالنسبه للمنوفيه في حضرتك ان تحت سن 15 سنه عضو، في مرشح 2، الدكتور احمد الفرماوي والدكتور طارق ابو النصر. تمام. يعني لو قلنا دكتور مبروك، نضع المستمع الكريم في أجواء الانتخابات التي ستنطلق غدا، وإن شاء الله يعني تكون عرس انتخابي جميل ومميز وحضاري، ماذا يعني بيعد الدكتور مبروك سليمان للفترة القادمة إن شاء الله؟ الفترة القادمة بإذن الله بنعد أن يبقى في تنمية ورقي للمهارات أطباء الأسنان بما يعود على المجتمع وعلى أهالينا بالصحة والدوام، الصحة والابتسامة وصحة دائمة ناجحة. تمام. نقابة يعني طبيب الأسنان له متطلبات، يعني أعتقد أنه ستضحى حضرتك نصب عينيك، فماذا تعد أطباء الأسنان في محافظة المنوفية؟ أعد أطباء الأسنان كطبيب أسنان أولا وأخيرا بالحفاظ على الوضع الاجتماعي لطبيب الأسنان لما لقاه في الفترة السابقة من عدم الحفاظ على وضعه الاجتماعي بالتعرض للأطباء في المستشفيات وفي الوحدات الصحية من المرضى. فقاعد ان الدور ده هيتحط له قواعد بحيث ما يتمش التعدي او المريض او محدش من الجمهور يتخطى حدود اللياقة مع أطباء الأسنان. رسالة بيوجهها الدكتور مبروك سليمان المرشح على مقعد نقيب أطباء الأسنان بمحافظة المنوفية، بيوجهها للمجتمع المنوفي بصفة عامة، يعني وهو مجتمع يرى ويسمع ويتابع الحالة الطبية الموجودة في محافظة المنوفية، بماذا توجه رسالة للمواطن المنوفي يا فندم؟ بوجه رسالة المواطن ده أهلي وأخويا ووالدي وأختي، إن إحنا دايما بنعمل على ارتقاء المهن الطبية بحيث تعود بالنفع والصالح على المريض. يعني حضرتك الانتخابات دي بس مش تهم أطباء الأسنان أو تهم طبيب الأسنان، هي تهم في المقام الأول والأخير كمان الجمهور والمجتمع، لأن كل ده بيعود عليهم بالنفع. كان أنت جميل دكتور مبروك سليمان، يعني مرشح مقعد نقيب أطباء الأسنان، شيء جميل جدا ورسالة جميلة وراقية. احنا بنحيي حضرتك، وإن شاء الله يعني تسمح لنا نكون متواجدين غدا في هذا المحفل الانتخابي الجميل، ونرصد وندقق معا كل الأخبار الجميلة والمتميزة يا دكتور مبروك. أشكرك على الثناء الجميل ووجود حضراتكم، ده شرف لينا في أي مكان. الله يخليك دكتور مبروك سليمان المرشح لمقعد نقيب أطباء الأسنان بمحافظة المنوفية، سعدنا بك عبر أثير راديو وزارة العرب لكل العرب من المحيط إلى الخليج، ونتمنى لكم مزيدا من التوفيق يا فندم. كامل سعادتي يا فندم، وكل المستمعين بخير وبصحة دائما يا رب. شكرا جزيلا يا فندم، وفي رعاية الله. شكرا يا فندم.